دلوقتي هنروح لهالة ومعاه مجموعة كبيرة من الأخبار الرياضية المحلية والعالمية وأبرز استعدادات منتخبنا طبعا في البطولة الأفريقية. هالة تفضل. شكرا شاذلي، وأكيد طبعا كواليس تدريب المنتخب الوطني وأخبار رياضية كتير. أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. المنتخب الأولمبي خسر من منتخب السعودية بنتيجة 2-1 ضمن معسكر إعداد المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. أحرز هدف مصر أسامة فيصل، بينما أحرز هدفي السعودية صالح أبو الشامات وعبد الملك الجابر. محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر سافر لألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية لدى أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، وده بعد ما كشفت الأشعة والفحوصات اللي خضع ليها الشناوي بكوديفوار عن حكته لعملية جراحية في الكتف، ويحتاج الحارس الدولي فترة علاج ممكن توصل لأربع شهور من أجل التعافي. لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي المصري اختارت أمين عمر لإدارة مباراة تنزانيا والكونغو المقرر لها يوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة الأمم الأفريقية بكوديفوار، بينما هيقود محمود عاشور كابينة الفار. ومنتخب أنغولا حقق فوز صعب على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية كوديفوار 2023. منتخب موريتانيا فاز على منتخب الجزائر بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية. وبالنتيجة دي بيتواجد منتخب موريتانيا في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما جاء منتخب الجزائر في المركز الرابع بترتيب المجموعة الرابعة برصيد 2 نقطة. منتخب السنغال فاز على منتخب غينيا بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم بالجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا. تواجد منتخب السنغال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، منتخب غينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. ومنتخب الكاميرون اتأهل لدور 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بالفوز على منتخب غامبيا بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا. منتخب مصر لكرة اليد فاز على المنتخب الأنغولي بنتيجة 37-25 بربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي بتستضيفها مصر باستاد القاهرة، وبكده بيتأهل منتخبنا الوطني للمربع الذهبي وبطولة العالم القادمة 2025. كمان حصل أحمد عادل لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد على لقب أفضل لاعب في مباراة فوز منتخب مصر على منتخب أنغولا بنتيجة 37-25. وكمان امبارح منتخب تونس لكرة اليد فاز على المنتخب الغيني بنتيجة 37-24 بدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. تأهلت تونس للمربع الذهبي لمواجهة الفراعنة في نصف النهائي.